سلام اخوتي، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الحبايب ديالنا؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير بصحتكم. كي دايرين مع الصحه؟ كي داير وليداتكم؟ كي دايرين مع صحتكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، نتمنى لكم الخير والتيسير. واخوتي اش نقول لكم، انا كاين السبت اللي كنخدم فيه، مشيت اخوتي ديالي خدمت وجيت ودست الميركادونا، دست السوبر، مشيت تقديت، قلت لبنتي خلي لها سبقتيني نتي للدار، انا عادي نجي دغيا دغيا ونتحماو على الغدا ونديروه. مشيت للميركادونا، ايوا يا خوتي اش نقول لكم، مشيت ناخد غير الماء والحليب والملحه، غير شي حاجه خفيفه دغيا دغيا باش نجي باش نتعاونوا انا وبنتي على الغدا ونتغداو. ايوا يا خوتي اش نقول لكم، بنتي ديما كتفاجئني، والله الا ديما كتفاجئني. قالت لي صافي يا ماما، واخا صافي حتى نجيو من هذا ودغيا انت ديري حاجه وانا ندير حاجه ونديروا الغدا ديالنا. قلت لها صافي الحبيبه، واخا صافي. مشيت للميركادونا تقديت وخديت داكشي اللي بغيت، جيت مشيت عاوتاني درت ليسانس في الطوموبيل، كيعجبني ندير ليسانس في الطوموبيل باش كنبغي الصباح نمشي كيجيني الشغل ساهل. ايوا خوتي اش نقول لكم، جيت دخلت شميت الريحه، قلت لها انت جيتي؟ قالت لي جيت يا ماما وبغيتك عاد تجي وتلقاي الغديوه بعدا كطيب باش نتغداو وترتحي انت عاد مشات صحاباتك. قلت ليها انا راضيه عليك، شنو درتي بنيتي في الغدا؟ ايوا قالت لي يا ماما انا درت لك الغديوه اللي مره كديريها وكتعجبك وكتشهيها. جيت اخوتي لقيتها دايره ليا الماكله ديال جباله ديال بلادنا، ديال اللي كنديرو حنا في دارنا، كنهضرش على جباله كاملين، الواحد شنو كيبغي. قلت لي ماما كتعقلي ملي كنا كنمشيو للجباله وملي كيديروا هذه كنشوفك كتاكلي فيها مزيان ومره كديريها، وانا درتها لك اماما. قلت لها نقلتيها من، قالت لي نقلتها ماما درتها بحال اللي كديريها. ايوا لقيتها منقيه الخضره، ها هي لقيتها منقيها، شوفي الطبيس اللي كنقاده كما الطريقه اللي كندير ليها انا. سبحان الله العظيم البنات، كاين بعض البنات والله الا كينقلوا عيب عينيهم. شوف الطريقه اللي كندير انا دارتها، هي دارت هنا هذه قريعه، درت البطاطا، درت مطيشه مقطعه كما نقطعها انا طريفات، درت الفلفله والربيع وشويه السودانيه، ودرت عليها شويه الابزار من الفوق، لقاش انا هاد الابزار ما كنديروش هو الاول، كنديرو ديما هو الاخر، لقاش ديك الابزار ملي كيطيب بزاف مع اللحم وداكشي، نتوما عارفين الجهد ديال الابزار كيمشي كداك الابزار ملي كيتلاح مع الخضره كتبقى ديك الطيبه ديال الابزار في الخضره. هانتوما خوتي والله الحبايب ديالي ما تنكذب عليكم، الا زعما نقلت داكشي كما كنديرو انا، لقاش حنا في دارنا في البلاد في المغرب ملي كيبغيو كيكونوا هكا الخدمه بزاف وداكشي تعجبهم جبالي يخلطوا الخضره والقرعه كتعجبهم بزاف. هاد القريعه هادي القريعه الخضاريه كتجي غزاله في الطياب مع اللحم. ايوا بنيتي لقيتها مدايره مفاجاه، هي دابا راها مشات راها في البيت ديالها كتصاوب شي ورق، وهنا قلتها جي والله الا كنت عادي نشارك مع الحبايب ديالي بنتي شنو دارت، ونشاركوا معكم هاد المواكله حتى هي بسيطه جدا. هي حطت هاد العصير هنا، قالت لي ماما بيد ما يدير لوحي ليا ديك الخضره، قلت لها صافي واخا. هي مشات انا سديت عليا باب الكوزينه وانا كندير فيديو حتى غنوري ليها. هنا موجده، حنا ما كنشريوش العصير، هنا اش كنشريو العصير؟ كنشري التفاح، كتشري التفاح الخضر وتنعصروه. ها هي دايره جوج كويسات، وقالت لي تيطيب الغدا ونعصر هاد التفاح هذا، كنعصروه هنا في هاد العصاره كيهبط
التفاح ما كنديروش في الطحانة ونطحنو داكشي باش كيهبط عصير التفاح نيش، انا مخلط لا مع ما لا مع حليب لا مع حتى حاجة. تسنى تنزو هادي ونشوها هنايا وتيتعصر. ايوا خليتها قلت ليها واخا ليك شيماء حتى تشوفي الفيديو مصوره لك الماكله ديالك، ولهلي خطي البنات ولهلي خطي الوليدات ولهلي خطي الحباب والعوين زوين والمعاونه زوينه اخوتي والله، خصوص في اوروبا والله اخوتي خصوص في اوروبا المعاونه الا زوينه. وهانتم اخوتي دابا انا نوريكم هي شنو دارت هنا في هاد النجره. بسم الله بسم الله الله بعد باش ما يضبط ليش. تبارك الله دارت الحيمه هانتم هانتم دارت فيها حتى الخرشف. ها شوف الخرشف الخرشف تاع انايا سميتو يا مرتي يا فاطمه مالكي كنتلف الكرافس. يا ربي الكرافس الكرافس بحالو بحال الخرشف هانتم داكشي اللي كيعجبني دارته. والحيمه ها هي طابت خلها طيب مزيان. هانتوما شوفوا هذا راه طيب بنتي قالت لي ماما درت لك الطنجره بحال اللي كتبغيها، وانا تنحمق مره قلت لكم واخا كندير مفور وكندير داكشي في الفران ما كنديروش هاد المرقه حنا بزاف. قالت لي ماما اليوم بغيت نفاجئك ودرت لك هاد المويكله هادي. هانتوما شوفوا كالمريقه ديالها تبارك الله مزيان. ايوا خوتي قلت ليها انا راضيه عليك. دابا خوتي هاد الخضيره هادي تبارك الله وصل عندك كندير لها بحال هكا بطاطا كطيب. انا كنقولها لكم ديما البطاطا في اوروبا كطيب بحالها بحال القرعه بحالها بحال كلشي، وكنقطعوا عليها الطريفه د المطيشه باش كيجيو ديك الطريفات زوينين. هانتوما الفليفله البنه ديال الفلفله وديال القرعه وديال البطيطه. هاد الطنجره هادي تبارك الله ناكلو ونعاودو ناكلو فيها. نتوما مالي الخير اخوتي وسمحوا لنا اللي كتوحال خيركم في داركم. نتمنى لكم الخير والتيسير. وهذه هي الطنجره ديال بنيتي طنجره جبليه طنجره ديال الناس اللي كيكونوا خدامين وفيهم الجوع كتحطي لهم هاد الطبسيه يا ربي وديري عليه الزيتون من الفوق تيجي واعر كيجي واعر واعر واعر. نتوما مالي الخير اخوتي وشكرا لكم كنتمنى لكم الخير والتيسير. انا من عطب الماكله ديال بنيتي اللي دارت ليا انا غنشاركها معكم نرجع معكم عاوتاني نشوف لكم تشوفوها كي جات كتجي واعره. انا بعدا في البنه ما نعاود لكمش عليها كتعجبني بزاف والله العظيم. يلا خوتي خليكم معايا حتى نرجع معكم وعاد نشوف على الله ما تحصرنيش من عم بغي نحط، ولكن من عم بغي نحط ضروري عتكون معايا. ها انتم خوتي انا رجع مع الحبايب ديالي حبايب انا رجعت معاكم. ها انتم مع الخضيبه طابت. شوفوا اخوتي العصير انا اللي عصرته هي عندها الخدمه قلت لها عاقل سيتي نكمل ونعيط لك باش نفاجئها كما فاجاتني. ها انتم اخوتي شوف شوف على طبيصه الكيجه جبالات هما كيعرفوا يطيبوا تبارك الله كيديروا داك الشيء معلك. شوف والله الا هذا الطياب ديال دارنا ديال دارنا حنايا كل واحد شنو كيدير في محالو. والله الا خوتي شوفوا القريعه كي جات الفليفله والبطاطا والزوين والزيتون بالحر وخبيزات وهذا العصير ديال التفاح. شوفوا شوفوا عصير 100% يعني ما كاين فيه لا ما لا حتى حاجه معصر كيجي واعر باش ملي كتاكلي تيهضم هاد التفاح هذا وخصوص التفاح الخضر. شوفوا خوتي بزاف تبارك الله. دابا كنخلي مع ديك المعلقه فاش نبغيو نشربوه كنحركوه علاش هو التفاح ملي كيطحن بوحدو الماء ديالو كيهبط لتحت وديك الليكيد ديالو كيطلع للفوق. وها خبيز ديالنا ها المريقه ديالنا ها حنايا وخصنا نشاركو معاكم الزوينه والخايبه والنهار ديالنا. خصني اي حاجه نحطها رانا ملي كنحط شي فيديو شي نهار راه حيت نكون مضغوطه يعني بالخدمه وما كنلقى كيفاش ندير نصور ونصور لكم. خصني نصور لكم شي حاجه اللي تعجبكم وتردوا عليا. وانتم اخوتي جربوا هاد الطويجين هذا هاد الماكله هذه
وقولوا لي هذا راه المنج، المنج ديال البقري كيجي غزال، اما هذاك الكرافس كيجي بحال الخرشف. شوف لا خوتي الى غديوه ما نقول لكمش عليها، اليوم رانا عندي العيد، عندي العيد بهذه الغديوه هذه كتعجبني بزاف. والعطريه، العطريه درت ديك الشيء اللي كيديروا هما، كدير فيها كدير فيها شويه ديال الابزار، شويه سكنجبير، شويه ديال الابزار، وشويه ديال اللون. هادشي اللي كيدير في هاد الماكله هادي. هانتوما وصل على النبي عليها بنتي، دار ديك الشيء بحال اللي كنديرو انا. ها شوف هانتوما شتو. ايوا خوتي بالصحه والراحه، وردوا عليا وجربوا هاد الماكله، وشكرا ليكم، نتمنى لكم الخير والتيسير والرزق وصحيحتكم، وكندعي معاكم لهنا خطيكم عليا، وشكرا ليكم. وما تنساوش تبارطاجيو ليا القناه ديالي، وديروا ابوني، وتدخلوا عندي وتعطوها لجيرانكم وصحابكم وعائلتكم. وشكرا ليكم، وكنشكركم بزاف. ومن هنا نقول لكم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله، يا ربي لو بقينا بالعمر، الا متنا الله يرحمنا. ودعيوا معنا الحبايب ديالي، انا ديك كندعي معاكم كاملين. شكرا 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 بزاف.